السلام عليكم. اليوم نروح لولاية بجاية باش نتعرف على مشروع نتاع إنتاج زيت المائدة باستعمال البذور النباتية من الصوجة ودوار الشمس وكذلك بذور نتاع الكولزا. إذن عندنا ثلاث أنواع نتاع النباتات اللي ممكن أن تدخل في إنتاج زيت المائدة، واللي هذا المصنع اللي راه قيد الإنشاء واللي تقرب الأشغال به حوالي 85%، يعني ما بقاش كتير. كل يعني الحواجز اللي كانت في بداية المشروع تم التغلب عليها، بقات خطوات الأخيرة للانتهاء من هذا المشروع الضخم والاستراتيجي في إنتاج زيت التي نستعملها كثيرا في مطابخنا. وللعلم أن هذا المصنع يعالج ما لا يقل عن 20,000 طن من البذور النباتية في جميع أنواعها، إذن واللي سوف يساعد ويحفز المستثمرين في ميدان الزراعة لزراعة هذه النباتات نتاع الكولزا والدوار الشمس وكذلك الصوجة في بلادنا، واللي بدأت حقيقة التجارب الأولى لزراعة هذه النباتات في الجزائر، وسوف في القريب الآجل إذن سوف يمكن لنا أن ننتج أولى الليترات من الزيت الجزائري 100%. إذن هنيئا للاقتصاد الجزائري، هدينا الجزائر بهذا المشروع الاستراتيجي. وللعلم أنه فيه زوج مصانع أخرى بجيجل ومعسكر راهي ما زالت قيد الإنشاء، واللي إن شاء الله سوف ننتقل يعني كلية من بلد مستورد للزيوت جزئيا كما كنا من قبل إلى بلد مصدر لهذه المادة الحيوية. نكتفي بهذا القدر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.